كأنه هنروح نشوف السفير المصري حمدي شعبان مع الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى كنشاسا متحدثا عن أجواء هذه المباراة. كل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. كالعادة بنحط كل الجمهور في الأخبار والكواليس، بنقول لكم لحظة بلحظة فريق النادي الأهلي في كل البطولات، البطولة الأفريقية، في بطولة الدوري العام. احنا طبعا بصدد مباراة الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي هنا في كنشاسا. عايز الأول في البداية أوجه كل الشكر والتقدير على معالي السفير طبعا حمدي شعبان سفيرنا هنا في الكونغو على تذليل كل الصعوبات، التواجد معانا بشكل مستمر بجانب طاقم السفارة، أمور عديدة للتنسيق طبعا مع رئيس البعثة الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن سمير عادلي. الحقيقه يمكن بيقوم بدور كبير كعادة طبعا سفراء هنا، لكن على المستوى الشخصي انا بوجه لك كل الشكر والتحيه حمدي بيه طبعا على المرحله انت بتقوم عليها. انا عارف انت بتقوم على دورك على اكمل وجه، لكن اما بنشوف في المجهود ده لابد ان احنا طبعا نديك حقك حمدي بيه. العفو طبعا، انتم مشرفينا وزياره بتسعدنا جميعا. انا عارف انها مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير معروف مش بس طبعا في مصر ولا في المنطقه عندنا، النادي الاهلي معروف افريقيا وعالميا بشكل كبير جدا. فالمباراه في الحقيقه فعلا بتمثل حدث كبير جدا، فيها بتحظى باهتمام على كل المستويات هنا في الكونغو، يمكن على خلاف الماتشات اللي لعبها فيتا كلاب هنا في الفتره اللي فاتت. الماتش التغطيه الاعلاميه له هنا يعني بتحظى بتغطيه واسعه بشكل كبير جدا طبعا لقيمه النادي الاهلي والعراقه النادي الاهلي، وزائد طبعا اهميه المباراه اللي هي بالنسبه لفيتا كلاب تعتبر مباراه مصريه وطبعا مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. انا فاهم طبعا ان في فرصه ثانيه، بس ان شاء الله النادي الاهلي يحسم صعوده من المباراه دي باذن الله. التنسيق مع السفير من البدايه، انا عارف ان يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادل كانوا متواجدين قبل وصول البعثه، التنسيق مع الجانب الامني كمان هنا، انا عارف ان يمكن حضرتك بتقوم بادوار كثيره جدا، الاقامه، التامين، ايضا كمان المسؤول الامني اللي كان متواجد وحضرتك متواجد في السفاره، لكن قبل وصول فريق النادي الاهلي كيف تم التنسيق لهذه الرحله؟ لا، هو في الحقيقه دي من الحاجات اللي بحب اشيد فيها باداره النادي الاهلي، لان الاتصالات بدات مبكرا جدا، ودي في الحقيقه بتساعد في ان احنا بنتفادى مشاكل كتير جدا من بدري. احيانا بتبقى في بعض مشكلات بتحصل في اخر لحظه بيبقى التعامل معها في منتهى الصعوبه، انما في الحقيقه من قبل المباراه باسابيع كان في اتصالات من الكابتن سمير عدلي ومن الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلمنا في الاحتياجات الاساسيه للبعثه فيما يتعلق بالإقامة، فيما يتعلق بملاعب التدريب، في تفاصيل صغيرة جدا كانوا بيدخلوا فيها حتى بالتليفون من قبل ما يجوا. السفارة الحمد لله قدرنا تقريبا ننتهي من كل الترتيبات اللوجستية الخاصة بالزيارة، والكابتن سيد والكابتن سمير وصلوا قبل الفريق بيوم، استقبلنا معاهم الجانب الكونغولي، قعدنا معاهم ورجعنا كل الترتيبات اللي كانت السفارة عملتها قبل ما يوصلهم، والحمد لله تم الاستقرار على كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، فيما يتعلق بملاعب التدريب، بتوقيت التدريبات. ف يعني من ناحية دي كناحية تنظيمية وترتيبات، التعاون مع إدارة النادي الأهلي من قبل الوصول وبعد ما وصل الكابتن سمير والكابتن سيد، أعتقد ده سهل حاجات كتير جدا. كناحية تنظيمية ما أعتقدش في مشكلة إن شاء الله من أي نوع. أمر كمان يا معالي السفير، عودتنا من المطار لولا التأمين وتواجد حضرتك معانا، الزحام اللي متواجدة في الشوارع نظرا طبعا للبلد وظروف البلد كانت هتقابلنا مشكلة كبيرة جدا في الوصول، يعني كان أكتر من ساعة ونص مع التأمين بالنسبة للأمر ده. دي نقطة مهمة جدا في الحقيقة، ودي أحد اللي يمكن الصعوبات اللي هيواجهها أي فريق بيجي في البلد دي. الطريق من المطار لداخل العاصمة في التوقيت اللي وصل فيه النادي الأهلي بيبقى توقيت صعب جدا، بيبقى الكثافة المرورية عالية جدا، وبالتالي من غير الترتيبات اللي الحمد لله قدرنا نوفرها كان هيبقى صعب جدا، ان كان ممكن الطريق اللي بياخد في المعتاد مثلا 40 دقيقه كان ممكن ياخد ساعتين واكتر، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوفر الترتيبات الامنيه اللازمه لمرافقه الفريق من المطار لغايه الفندق، والحمد لله ما اعتقدش يعني كان فيه مشكله كبيره. طبعا كان في زحمه وعطلت الفريق بعض الشيء في الوصول في توقيت مناسب، ولكن اجمالا لا تقارن بالظروف العاديه. يعني انا عارف طبعا ان ساعه الاستاد بتسع يمكن 80,000 مشجع يكونوا متواجدين بكثافه نظرا طبعا لقيمه النادي الاهلي وايضا كمان لتشجيعهم لفريق فيتا كلاب الكونغولي. يعني لو بنتكلم الاخبار هنا مع السفير، الناس بتتناول وجود النادي الاهلي كنادي القرن واكبر نادي في افريقيا، وايضا كمان عايزين نتكلم على الملعب والمحيط، يعني حطينا في الاجواء يا حمدي بيه. في الحقيقه زي ما حضرتك قلت، النادي الاهلي عشان هو النادي الاهلي بقيمه النادي الاهلي بتاريخه بعرقته، التعامل مع وجود النادي الاهلي في الزياره دي مش تعامل تقليدي في الحقيقه، مش زي اي فريق بيزور الكونغو، لان النادي الاهلي ودي بالحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي انا كمان، لان انا يمكن حديث نسبيا في البلد، فوجئت ان شعبيه النادي الاهلي موجوده حتى بين جماهير فيتا كلاب نفسه، بس حتى انا اتكلمت مع بعضهم عارفين قيمه النادي الاهلي، بعضهم عارف تاريخ النادي الاهلي.
حتى منسق المباراه من الجانب القناه قال انا مشجع اهلاوي بس طبعا قال الوضع هيختلف في 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 مباراه مع النادي الاهلي يعني. فلا النادي الاهلي قيمته كبيره جدا هنا وبيحظى بشعبيه اقدر اقول. انما نجري الجانب الاخر هو المباراه نفسها. لا الفيتا كلوب من الانديه صاحبه الشعبيه الكبيره جدا هنا. الكونغو طبعا فيها نادي مازيمبي بس هو مش من العاصمه، هو بيبعد اكتر من 2300 كيلو من هنا. فنقدر نقول ان الشعبيه الكرويه في كينشاسا بيحظى بيها بشكل كبير جدا نادي فيتا كلوب. جماهيره فعلا بالملايين، الاستاد كبير، وفي المباريات اللي من النوع ده المتوقع ان الاستاد يبقى مليان عن اخره طبعا. فعشان كده هي متوقع انها تبقى مباراه طبعا حماسيه بشكل كبير جدا، وان شاء الله نتمنى التوفيق في النادي الاهلي باذن الله. بعيدا بعنا للترتيبات والامور التنظيميه، حضرتك كنت متواجد مع النادي الاهلي في الفندق الاقامه، بتشوف مدى التركيز ازاي وبتشوف موقف النادي الاهلي في هذه البطوله؟ يمكن النادي الاهلي متصدر حتى هذه اللحظه، ان شاء الله يحسم هذه المباراه في ظل الغيابات والاصابات والسفريات الكثيره جدا والبطولات اللي بيدخل فيها النادي الاهلي، كيف ترى الامر ده من وجهه نظرك يا معالي السفير؟ والله انا يمكن ده اللي شفته مش ما كانش غريب بالنسبه لي، لان ده المعروف عن النادي الاهلي اللي هو الجانب التنظيمي. لا انا لقيت طبعا كل حاجه منظمه من وقت الفريق ما وصل، كيفيه دخول اللاعبين للغرف لتسكينهم في الاوض، لمواعيد الاكل، مواعيد التدريبات. لا لقيت طبعا منظومه احترافيه على اعلى مستوى يعني، وده يمكن مدينا تفاؤل كبير جدا ان شاء الله ان الامور تنتهي باذن الله لصالح النادي الاهلي. العفو العفو، شرفتنا، شكرا.